الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم الورود أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. سلام من الله عليكم مشاهدينا الأكارم، مشاهدي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه الحلقة الخاصة عن هوية عاشوراء، والتي أستضيف فيها ضيفي الأستاذ عباس عباس، مدير عام مؤسسة السراج التربوية في لبنان. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عباس. أهلا بكم. نستعرف في هذه الحلقة الخاصة عن هوية عاشوراء الكثير ربما من المصطلحات التي نتداولها وأصبحت تمثل جزءا حقيقيا من حياتنا، لكن لربما لا نفهم معناها أو نفهم غاياتها أو نفهم أهدافها. لماذا عاشوراء؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بداية تحية لكم لمشاهدينكم الكرام. لعله من الأسئلة الكبرى، ليش عاشوراء؟ لماذا عاشوراء؟ ولعل إذا أحسننا الإجابة أن تختفي أسئلة وتحضر أسئلة جديدة. أسئلة أخرى، نعم. بالمقاربة لتحديد هوية عاشوراء، كثير من الكتاب قاربوا المناسبة على اعتبار أن هوية عاشوراء سياسية، فراح يشطب بعض النصوص والمواقف في عاشوراء بناء على معايير سياسة، والبعض الآخر اعتبرها حدث عسكري. أيضا راح يشطب نصوص ومواقف ومشاهد أنها لا تناسب كونه أعطى هوية لعاشوراء، هوية عسكرية أو هوية أمنية. شو هوية عاشوراء؟ هنا حينما نحدد الهوية نستطيع أن لا أن نتحدث عن أنصاف حقائق أو أرباع حقائق، إنما نتحدث عن حقائق كاملة. عاشوراء في اعتقادنا صنعت في الغيب. وسمعت بعض العلماء من أهل السنة يتحدث عن قارورة أم سلمة، ويتحدث عن الحسين سلام الله عليه قبل أن يولد، وحديث جرت في عالم الغيب بين الأنبياء والملائكة. لذلك عاشوراء صنعت في الغيب لتخدم الواقع، ولم تصنع في الواقع لتخدم الغيب. هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما رأى فيه الباري عز وجل من الصدق والأمانة، هو صادق الأمين، اصطفاه للنبوة، والتزم النبي بناء الدين لبنة لبنة ومدماكا مدماك. لكن هذا النبي آخر الأنبياء، وهذا الدين آخر الأديان، والقرآن الكريم آخر الكتب المنزلة، ليس بعده دين ولا نبي ولا كتاب منزل. إذا ما انحرف الدين يسارا أو يمينا، من الذي يقومه؟ ومن الذي يعيده إلى الصراط المستقيم وإلى جادة الصواب؟ نعم. إلى جادة الصواب. هناك من التزم طائعا مختارا بما رأى فيه الباري عز وجل الحسين سلام الله عليه، سلام الله عليه، من إمكانات التضحية العالية بكل شيء، فالتزم وتعهد الإمام الحسين سلام الله عليه صيانة وإصلاح الدين كما التزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بناء الدين. فكانت الحسينية كالتزام وتعهد بالإصلاح والصيانة سابقة على ولادة الإمام الحسين سلام الله عليه. لذلك قال: إن كان دين محمد لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. إذا لم تكن هوية عاشوراء هي هوية سياسية، هي فيها من السياسة وفيها من العسكر وفيها من الأمن وفيها ما فيها، لكن هويتها الأساسية هي التزام من الإمام الحسين سلام الله عليه بإصلاح دين جده إذا ما تعرض للانحراف. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. حسين مني واضحة ابن بنته، وأنا من حسين أن لا يستمر دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقيما بدون الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. لذلك هي ثنائية بين غيب وحضور، وهي ثنائية أيضا بين أسباب وغايات. يعني الحسين سلام الله عليه لم يهمل الأسباب وحدد،
الحاكم الظالم الفاجر شارب الخمر قاتل النفس المحترمة عدد الأسباب التي أدت إلى خروجه، وهي أسباب معتبرة وقوية ودافعة للنهوض والتحرك. لكن عاشوراء لم تكن أسبابا فقط، بل كان فيها أيضا غايات. شاء الله أن يراني قتيلة، وشاء الله أن يراهن سبايا. هي بالأسباب، نعم تستطيع أن تتحدث عن الأسباب، هل كان استقراء، لكن هذا ما تفضلت به من قبل الإمام الحسين استقراء للمستقبل، يريد أن يركز على الجانب العاطفي. هذا الجانب العاطفي لا يقل أهمية عن الأسباب. من قال بالأسباب تحدث عن نصف الحقيقة، ومن قال بالغايات تحدث عن نصف الحقيقة، ومن قال في الغيب تحدث عن النصف الأول، ومن قال في الحضور تحدث عن النصف الثاني. هي غيب وحضور، هي أسباب وغايات. هذه الغايات واحد من 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 تداعياتها ومن مفاعيلها تفجير براكين العواطف. هذا المجتمع أو الإنسانية بشكل عام سائرة نحو الأنانية، نحو الجليد والجمود الذي يغطي القلوب وحتى العقول. من يذيب هذا الجليد وهذا الصقيع عن القلوب حتى تعود لتنبض بالحياة والعشق والحب؟ من خلال تفعيل البعد العاطفي. واحد منه شاء الله أن يراني قتيلة وأن يراهن سبايا. هذا ما يفجر براكين العواطف، والعاطفة تفتح مجالا حتى للعقل، والعقل إذا ما رسم لوحة جمال أيضا يرسم طريق للعاطفة. هناك تبادل وتفاعل بين العقل والقلب، وهي أيضا عاشوراء عقل وقلب، وعي وحب، هي مجموعة من الثنائيات. هذه الثنائيات جعلتها جدلية، وهذه الجدلية جعلتها تعصف العقل بالتفكير، وهذا العصف الذهني جعلنا أن نستمد من عاشوراء على الدوام أفكارا وأفكارا وأفكارا. نعم، لكن النخبة لربما يعتقدون أن البعد العاطفي والتركيز على البعد العاطفي له يعني لا يعتبر من المصادق التامة والكاملة للقضية الحسينية. لا، العاطفي واحد من الأهداف الرئيسية لعاشوراء. العاطفي هي الغايات، جزء من الغايات أو الجزء الأهم من الغايات الحسينية في عاشوراء. لأن السير البشري أو الإنساني بشكل عام راح باتجاه الأنانية، الرأسمالية تحكم العالم بالمادية، الأنانية الفردية. ما يذيب هذا الجليد والجمود، لأن نحن نؤمن بالحقول الروحية، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يؤمنون، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. هناك تواصل روحي، هذا التواصل الروحي لا يكون إلا عبر العاطفة، كما الأم كما الأب في الأسرة، كما العلاقة بين الجار والجار، كما العلاقة بين الحاكم والمحكوم، لازم أب الأسرة. هذا يحتاج إلى عاطفة، هذه العاطفة لا تؤمنها الفلسفات والنظريات المادية. نحتاج هذه الدمعة، نحتاجها، هي تعبير عن الأنسنة. لكن يعني البعض كان لم يتأثر بالبعد العاطفي، يعني هل هو كاف بحد ذاته بحسب رأيكم؟ العاطفة هي نصف المهمة. نعم. النصف الآخر هو الوعي. العاطفة تفتح أبواب على الوعي، والوعي يفتح أبواب على العاطفة، حينما تفهم أهداف عاشوراء وأهداف الإمام الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. الوعي يفتح طرق للقلب، والقلب يفتح طرق للعقل. فعاشوراء عقل وقلب، وعي وعاطفة، هي ثنائيات، وهذه الثنائيات جعلت منها قضية جدلية. ولأنها قضية جدلية راحت تعصف العقل والذهن بالتفكير المستمر. طالما أنت تفكر باستمرار في عاشوراء، طالما أنك تنتج أفكارا جديدة وجديدة وتتجدد في كل زمان وفي كل مكان. عاشوراء لم تكن قضية 61 للهجرة، هي ليست حدث سياسي في زمانه، هي لكل قضية عادلة، هي لكل شعب، هي لكل زمان، هي لكل مكان.
فلذلك كان هذا الكم والنوع المقدس الذي ضحى أو استشهد على أرض كربلاء لم يكن لفترة محدودة، هو للبشرية، كل البشرية. فلذلك الجانب العاطفي يراهن عليه لإعادة صناعة الاجتماع الإنساني العام الذي لا يكون بدون العاطفة. هل نجحنا في تسويق القضية الحسينية والعاشورائية اليوم؟ متصدين إلى النهضة المباركة الحسينية تحديدا؟ للأسف لا، لم نقدم عاشوراء كما ينبغي. ما السبب برأيك؟ واحد، أننا لم نحدد الهوية، لم نربط هذه القضية المقدسة بواقع الحياة. الهوية العاشورائية؟ الهوية العاشورائية، نعم. يعني مقارباتنا المختلفة، وأقصد هنا بالذين قاربوا كتابة أو شعرا أو نثرا أو خطابة الموضوع العاشورائي، يعني كثير من الكتاب قاربوها أنها قضية سياسية. الحسين خرج ليطلب السلطة، وهو على المستوى الشخصي أهل لذلك، والنص النبوي والنص الإلهي عليه، لكنها ليست قضية سياسية فقط. أنصاف الحقائق وأرباع الحقائق لا تجعل من عاشوراء أن تؤتي أكلها كاملة، ولم نستطع أن نربط عاشوراء بواقع الحياة السياسية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والحزبية وما شاكل ذلك. هناك تقصير، عاشوراء ليست للشيعة فقط، عاشوراء للإنسانية، كل الإنسان. لذلك الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يراهن على عاشوراء لقيام العدالة العالمية في مقابل الجور العالمي. يا لثارات الحسين، يترجمها عدالة، عدالة اجتماعية، عدالة عالمية، عدالة في توزيع الثروة، عدالة في الشراكة في السلطة، عدالة، عدالة على جميع المستويات العامة. على ما يراهن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ يراهن على القضية الحسينية، لأن هذه القضية تجعلنا جاهزين للتضحية. جهوزية التضحية، جهوزية إشعال النعم والوقود الذي أعطانا إياه الباري عز وجل، هذه الجهوزية هي الانتظار للإمام عجل الله تعالى فرجه. إن لم تكن جاهزا لتعطي دمك أو روحك أو علمك أو مالك أو دورك أو موقعك في سبيل الله، أنت لا تنتظر إمام المهدي عجل الله تعالى. ألا تعتقد أن الموجة أعلى منا حتى يعني أحدثت لدينا حالة من الإحباط لربما في تسويق القضية الحسينية بمختلف المفاصل الحياتية، وأقصد ذلك الأدب والفن ويعني الشعر وما إلى ذلك؟ تنويع المقاربات أيضا مهم، يعني بالشعر، بالنثر، بالنحت، بالفن، بالرسم، بالكتابة، بمقاربة عاشوراء، القيم الإنسانية في عاشوراء. يعني قامت حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ عقود من الزمان، فيما الإمام الحسين سلام الله عليه ترجمها على أرض الواقع في كربلاء. يمكن عندنا قضية ببيروت، الرفق بالحيوان آخر، وفي جدل إعلام الفضائيات تناولت، الإمام الحسين سقى الماء للخيول ورشف الخيل ترشيفة، فيما منع الأطفال من الماء. القيم الإنسانية تجسدت جميعا قبل شرعة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. إن لم نفهم هوية عاشوراء، يجب أن نفهم رسالة عاشوراء. يعني أنا بإحدى المحاضرات لخصت هوية عاشوراء ترتكز على ثلاثة أركان: الجمال والحب والعدل. جميل. السؤال اللي سأله يزيد لعنة الله عليه للسيدة زينب سلام الله عليه: كيف رأيت صنع الله لأخيك الحسين؟ ما رأيت إلا جميلة، امرأة مفجوعة، ثكلة، متعبة، مجهدة، سير مضني، ضرب بالسياط، يعني قتل أخوتها وأبناؤها، قتل الجميع على أرض كربلاء. ماذا تنتظر من هذه الإمرأة أن تجيب؟ والله فيها قسم، ما رأيت إلا جميلة، فيها ذات حصر إلا الجمال.
هذا الجمال، هذا الجمال، الجمال الله سبحانه وتعالى، الجمال المطلق. زينب سلام الله عليها تريد أن تقول: نحن نقدم الجمال في النص، نحن نقدم الجمال في السلوك، نحن نقدم الجمال في التضحية، نحن نقدم الجمال، الجمال كل الجمال نحن رسالته إلى الحياة. وعلى قدر على قدر فسحة الرؤية، يعني على قدر نصيبك من رؤية الجمال يكون نصك خالدا. المعصوم يرى الجمال المطلق، والله ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله فيه وقبله ومعه وبعده، كما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحسين سلام الله عليه يقول مخاطبا ربه في دعاء عرفة: سبحانك ربي متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى غبت. هذا الكلام الجميل نصه خالد، لأن رؤيته للجمال كاملة. حتى العلماء والأدباء من يكتبون على كذا حظهم من رؤية الجمال تكون نصوصهم خالدة. النص الذي قدم في عاشوراء هو نص خالد، لأنه يترجم الجمال المطلق. هذا الجمال، الولد الطفل يحب أمه وأباه لأنه يرى فيهم الجمال، جمال الرائحة. الولد الطفل الرضيع يعشق رائحة جسد أمه فيتحول إلى حنان وحب. الجمال يعني أنت تعبد الله سبحانه وتعالى، أنك تعبد جزء من ترجمة رؤيتك للجمال المطلق. تقول عن حبيبك: عن معبودي، مع هذا الكلام مستعمل. فتحب إلى حد العبادة: كنت عبدا من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحب والعشق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ترجمه علي بن أبي طالب: حبا ليس بعده حب. فلذلك الجمال ينعكس، ليس جمال النص فحسب، بل جمال العيش الواحد. لأن الجمال، الله سبحانه وتعالى خلق الناس عشائر وقبائل لتعارفوا، وهذا لوحة جمالية أو تجلي من التجليات الجمالية الإلهية على الأرض، أن تعيش الناس عيشا واحدا بالرغم من التنوع والتعدد. لكن الظالم يريده سببا للاحتراب، سببا للتناقض. فيما الحسين سلام الله عليه ترجم هذا الجمال في الاجتماع الإنساني في الركب الحسيني: أسود وأبيض، غني وفقير، نصراني عثماني شيعي، مرأة ورجل، طفل وكبير. من المفترض فهم الإشارات الوضاءة التي صدرت عن عاشوراء وعن الإمام الحسين حتى نكون بحق مصدرين حقيقيين لقضية ونهضة الإمام الحسين. سأتحدث عن آلية أو سبل تسويق القضية الحسينية وهوية عاشوراء، لكن بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ولنا عودة، ابقوا معنا. ما عندي قيمة لولا هالخدمة، والطاني رفع حبه كل يمة، أنا اختصر كل عمري في اللطمة، دخر قبري دخر قبري أضيع إذا بعيبك نسيت حبيبي علي. أحلفك يا بولين مخاطر رقية، أريد بخدمتك أظل البنية. أضيع إذا بعيبك نسيت حبيبي علي. حياكم الله من جديد مشاهدينا الأكارم، وهذه الحلقة الخاصة عن هوية عاشوراء، والتي أستضيف بها الأستاذ عباس عباس، مدير عام مؤسسة السراج التربوية في لبنان. مرحبا بكم أستاذ عباس مرة أخرى. كنا قد سألناكم قبل الفاصل عن كيفية اتباع الطرق والآليات لتسويق القضية الحسينية وهوية عاشوراء إلى العالم أجمع، تفضلوا. بداية، فهم عاشوراء هو أساس في تقديمه للحياة. نعم. هذا الفهم يترجم في مجالات ونواحي عدة. في المجال السياسي أولا، لأنه
أعظم وأقوى الطرق لتسويق ولترجمة رسالة عاشوراء للحياة وفي الشأن السياسي. وكما يقال أن المنكر السياسي أكبر منكر والمعروف السياسي أكبر معروف، والمنكر الفردي أصغر منكر، والمعروف الفردي أصغر معروف. في الشأن السياسي العام الإمام الحسين سلام الله عليه بالخطاب المركزي إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا إلى آخر الخطاب، إنما أريد طلب الإصلاح. هذا الإصلاح يحتاج إلى رؤية أين تبدأ وأين تنتهي. هذا الإصلاح يحتاج إلى وسائل، ليست كل الوسائل تستعمل في الوصول للغايات والأهداف السياسية. هناك غايات يجب أن تكون الوسائل من سنخ الأهداف، يعني الغاية لا تبرر الوسيلة البراغماتية أو مشاكل، لا، الغايات الشريفة والوسائل الشريفة، ورسم خارطة الطريق للإصلاح ابتداء من الرؤية لاستعمال الوسائل للمراحل الزمنية ومناسب المجتمعات البشرية. عدة رؤية الإصلاح وعدة الإصلاح ووسائل الإصلاح وأولها الحوار جسد الإمام الحسين سلام الله عليه. هل الإصلاح يعني أريد هنا أن أتعرف على معنى الإصلاح تحديدا، ربما البعض يعني يريد أن يطبق سواء كان سياسيا أو بجانب حياتي آخر أن يطبق مضامين النهضة الحسينية، لكنه يجهل أهم المصطلحات التي تداولتها هوية عاشوراء وقضية النهضة المباركة، ألا وهو الإصلاح. ماذا يقصد الإمام الحسين سلام الله عليه بالإصلاح؟ بالإصلاح رقم يعني أعلى رأس الهرم هو الإصلاح السياسي. ووضع نص وآليات للوصول إلى هذا النص. الإصلاح السياسي يتطلب كما أسلفت رؤية ووسائل قدمها الإمام الحسين سلام الله عليه. لذلك العاملين في الحقل السياسي يحتاجون الإمام الحسين سواء في الرؤية سواء في الوسائل أو في إعداد الكوادر المضحية والقدوات الحسنة اللي لا يمكن أن تصل. يعني الحسين سلام الله لم يؤمن بالانقلاب ولا يؤمن بالاغتيال، وحادثة بين هاني بن عروة ومسلم بن عقيل سلام الله على مسلم ما قبل الاغتيال، لأنه الاغتيال لا يؤدي إلى الإصلاح. العمل العسكري لا يؤدي إلى الإصلاح. الإصلاح له رؤية أولا يبدأ في النص. السيدة زينب سلام الله عليها وقت اللي خطبت يزيد لعنة الله عليه شو قالت؟ أول ما بدأت بالنص، فما رأيك إلا فند وما جمعك إلا بدد وما أيامك إلا عدد. بدأت في النص، أن تقدم نص متماسك، نص منطقي، نص يصرف في الحياة العامة. حينما لا يكون النص متماسك وحينما لا يكون النص منطقي وقادر العاملون في الحقل السياسي على صرفه في الشأن العام، سوف يؤدي إلى رأيك فند، يعني رأيك مجزأ غير متماسك لمم. بينما في كل خطاباتها كانت تبدأ بالنص القرآني ومن ثم تنتقل للنص النبوي، تريد أن تقول ليزيد وللعالم أجمع نحن نملك النص المنطقي، النص المتماسك، النص الحي، النص الذي يزرع في أرض الواقع فينبت مجتمع وينبت وطن، ينبت عدالة، ينبت حقوق إنسان، ينبت إصلاح سياسي. فلذلك العملية تبدأ في النص، هذا النص ينعكس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام الإسلام على كلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد هي النص، العقيدة التوحيد، أحسنت، نص واحد. إذا لم يكن النص متماسك وواحد ومنطقي وقابل للحياة لن تستطيع أن تجمع الناس. فقال لم تقل ليزيد اجتماعك، قالت له جمعك. وهناك فرق بين الجمع والاجتماع، مثل الفرق بين السمع والاستماع. النص الغير يؤدي إلى تبدد الجمع، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يؤمنون.
الفرقة والتجزئة تؤدي إلى ذوال الملك، أيامك عدد. هذا ترابط عضوي تقدمه السيدة زينب سلام الله عليها، فلسفة كاملة للتاريخ تبدأ في النص. هذا النص هو المنزل فيه من الجمال، لذلك قلنا أن الرسالة الجمال، جمال في النص، جمال في السلوك، جمال في العيش الواحد، يؤدي إلى اجتماع الناس. وغاية غايات الأنبياء والأولياء على مر التاريخ هو اجتماع الناس. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الناس أمة واحدة، وستعود الناس على القرى الأرضية أمة واحدة تحت عنوان العدالة العالمية. لذلك تقديم عاشوراء على أساس أنها تملك من النص الجميل، تملك من الوسائل، تملك من السلوك كأسوة وقدوة في التضحية للكوادر، للقيادات العاملة التي لن تصلح المجتمع في الانقلابات العسكرية ولا في الاغتيالات الأمنية، لن تؤدي إلى الإصلاح. جميل. الإصلاح عملية معقدة. لو كنا نفهم ونعي قضية النص الذي تناولته هوية قضية عاشوراء تحديدا، لكان حقيقة أمور كثيرة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية قد تغيرت. غاندي محرر الهند، الإمام الحسين سلام الله عليه، غاندي محرر الهند قال جملة واحدة: تعلمت من الحسين درسا كيف أكون مظلوما فأنتصر. لم يحرر الهند بالانقلابات العسكرية، بالتضحية، بالمثابرة، بالصبر، قدم نموذج إنساني رائع، وهذا تعلم درس واحد من الحسين عليه السلام. كيف لو تعلم كل الدروس؟ يعني تجارب بالعالم أثمرت وأنتجت. نعم. موضوع آخر هو يعني الوعي والثقافة الحسينية، ربما مصطلحان كثيرا ما يتداولا في مجتمعاتنا، خصوصا يعني بعض البلدان العربية والإسلامية وحتى العراق. الثقافة الحسينية والوعي الحسيني، ما الاختلاف بينهما، وكيف يمكن تطبيق القضية الحسينية كواقع معاش عفوا في مجتمعنا اليوم؟ على رأس قضية الإصلاح، كل مجتمعاتنا، كل دولنا تحتاج إلى إصلاح سياسي. كيف نقارب الإصلاح السياسي في العراق أو في لبنان أو في أي قطر عربي؟ كيف نقارب؟ نحتاج إلى رؤية. هل نملك هذه الرؤية ونترجمها سلوك قيادات أو سلوك كوادر أو مؤسسات تحتضن قضايا الناس والمجتمع، سواء في التربية أو في التعليم أو في الخدمات الاجتماعية أو في الخدمات الصحية؟ الكلام يجب أن يترجم على أرض الواقع. الكلام ليس يعني ليست نصوص فقط هي من تشبع الفقراء، وهي النصوص ليست فقط من تداوي المرضى. يجب أن تملك الرؤية وأن تملك القدوة الحسنة وأن تترجم ذلك سلوكا فرديا أو سلوكا عاما، تقارب فيه قضايا المحرومين والمحتاجين والفقراء. نعم. بمؤسسات تبلسم وتداوي آلامهم وأوجاعهم. هذه المقاربات التي بعيدة عن المذهبية وبعيدة عن الطائفية وبعيدة عن العرقية والإثنية، تحتاج إلى من يفهم ويعي القضية الحسينية وعيا سليما، ويزرعها في أرض الواقع بما لا يفرق بين طيف وطيف، بل يرى في السلوك الحسيني مفهوما وسلوكا إنسانيا شاملا. الحسين لم يقدم فقط نصوص، الحسين قدم نفسه وأهل بيته وأصحابه، والحسين مارس هذه الحقوق سواء في الحوار أو في قضية الماء أو في حقوق الإنسان أو في حقوق المرأة أو في حقوق الطفولة. قدم رؤية شاملة لإصلاح مجتمعاتنا على المستوى السياسي أو حتى على المستوى الفردي. وقت يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو من أخطر وأهم العبادات والتي تندمج فيها كل العبادات، يعني إصلاح ذات البين أهم من عامة العبادات. إصلاح ذات البين يعني أمر بمعروف ونهي عن منكر. أفرد له الحسين في خطابه المركزي من الإصلاح أريد أن أم، بعد أن قال بطلب الإصلاح في أمة جدي، قال أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا التكليف ليس تكليف فردي فقط، هو تكليف فردي، هو تكليف أهلي منظمات المجتمع المدني، وهو أيضا تكليف رسمي.
يبدأ من أهم عامل بالمعروف أو المنكر والشأن السياسي، وينتهي في الشأن الفردي وما بينهما مؤسسات المجتمع المدني. يعني لا يكفي أن تقول لابنك لا تذهب إلى هنا، ولا تصادق فلان، ولا تقرأ الكتاب الفلاني، ولا تفعل كذا، ولا هذه لا يجب أن تقترن بنعم. صادق فلان، اذهب إلى النادي الفلاني، انتسب إلى الجمعية الفلانية. يعني الكشاف واحد من أنواع صيانة الإمام صدر، بيقول عن الكشاف أنها من أنواع صيانة المجتمع وأكثرها إنسانية. الأندية الشبابية، الأندية الثقافية، الأندية الرياضية، تشكيل منتديات وجمعيات تعنى بالشؤون الاجتماعية. يعني أن يصرف الناشئة وقتهم وجهدهم بالعمل النافع، النافع للشأن العام، هذا جزء من عملية الإصلاح المجتمع، كما الفرد كما الشأن السياسي. يجب أن نترجم ذلك في مؤسسات. قناتكم الكريمة واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تساهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتتحمل مسؤولية في هذا الإطار. كما النادي الرياضي، يعني هذا في الشأن الإعلامي، هذاك في الشأن الرياضي، هناك في الشأن التعليم، في الشأن التربوي إلى آخره. إذن فيها مستويات ثلاث: المستوى السياسي، المستوى المجتمعي ومنظمات المجتمع الأهلي، ومستوى الأفراد، ما نصطلح عليه بالأمة اللي هي الأفراد. هذا الأمر يجب أن يترجم. حينما تتحدث في الشأن السياسي أن تملك رؤية شاملة، لا تكون قطريا أو جزءا أو عنصريا في طرحك، أنا اللبناني وما في حدا، أو أنت العراقي، لا، أنا جزء، أفتخر بوطنيتي، أفتخر بعروبتي، لكن يجب أن أتكامل وأتضامن مع بقية ولا القومية ولا أصادر الآخرين أيضا. مساحة للحوار، مساحة لتشارك الحياة. الله سبحانه وتعالى لم يخلق الدنيا لعرق واحد أو لقبيلة واحدة، بل أصلا خلقنا متفاوتين، أو قبائل وعشائر، إما أن تأخذها إلى منحى الاحتراب، وإما أن تأخذها كما يريد الباري عز وجل للتعارف واشتراك وتشارك الحياة. لا أحد يملك أن يعيش وحده، لا أفراد ولا أمم، ولا يوجد أصلا الاستقلال التام. توجد شراكة في الحياة في المنطق القرآني، أنت غني بالنفط، أنا غني بالعلوم، هو غني بالمواد الأولية. شعوب تمتلك قدرات، في شعوب لا تمتلك مواد أولية لكنها تملك قدرات عقلية، تشتري المواد الأولية، تصنعها، تبيعها لمن يحتاج. إذن جميعا نحتاج الشراكة العالمية، وتترجم الشراكة العالمية وفق قواعد العدالة العامة على يد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن ترجمت القضية الحسينية في النص الرؤية، تقديم قدوات صالحة للتمثل، ونماذج من منظمات المجتمع الأهلي على قدر الاستطاعة والإمكانات، والله سبحانه وتعالى إذا كانت في موقعها ولها غايات إنسانية عامة، الناس كلهم عيال الله وأحبهم إليه، أنفعهم لعياله، لم يقل عيال الله لونهم أبيض أو أسود أو أصفر، بل قال الخلق كلهم عيال الله. من يخدم عيال الله؟ خدمة عيال الله هي قضية حسينية. فمقاربة القضية الحسينية في منظمات المجتمع الأهلي، أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يناسب الفرد، والمقاربة تحتاج إلى دراسة الحالة الفردية، من أين يعني هم وجدلهم بالتي هي أحسن. أحسن. كأن الذي بينك وبينه عداوة. من هون نستطيع أن نترجم القضية الحسينية في الواقع الثقافي والتربوي والشبابي والرياضي والإعلامي وفي كل شؤون الحياة. شرط أن نعي ما هي عاشوراء، ما هو دور عاشوراء، هل هي عاطفة فقط، هل هي وعي فقط، هل هي جانب سياسي؟ عاشوراء فيها سياسة، فيها عسكر، فيها أمن، فيها إعلام، فيها نص، فيها 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 عاشوراء قضية كاملة. بالأثر الإيجابي أستاذ عباس، إزاء تفعيل أو استثمار القضية الحسينية في مجالات الحياتية التي تعيشها النخبة تحديدا، الأثر الإيجابية بحسب رأيكم في تصدير وتسويق القضية الحسينية أتحدث؟ الأثر الإيجابي بين وواضح. الحسين يرفع،
كما يقول الحديث العلم أو الشاعر، العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. الحسين يرفع أفرادا وقيادات ومنظمات وتنظيمات وجمعيات لا عماد لها. الاعتماد على الحسين، الرهان على الحسين رهان ناجح، وهو الذي يقول سلام الله عليه: من يلتحق بنا يقتل، ومن لم يلتحق لن يبلغ الفتح. بوابات الحضور في الشأن السياسي، في الشأن الاجتماعي، في الشأن الثقافي بيد الحسين سلام الله عليه. من يراهن على الحسين تفتح له أبواب الحياة، ويرفعه الحسين إلى أعلى المراتب. كم وكم من نهضات قامت باسم الحسين سلام الله عليه. نعم، رهان النخب الثقافية والفكرية على الحسين هو رهان إن شاء الله ناجح. والتعمق والتفكير مليا في قضية الحسين من جانب إنساني ومن جانب وعي القضية الحسينية، نعم، يوصلنا إلى أهدافنا وإلى مرامينا. كلمة أخيرة بثلاثين ثانية لو سمحت، تفضلوا بكلمة أخيرة. بثلاثين ثانية. الحسين رسالة للحياة، الحسين جمال، الحسين حب، الحسين عدل. أحسنت، بارك الله بكم، جعلنا الله وإياكم من السائرين على نهج سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام، إنه سميع مجيب الدعاء. حقيقة أتحفتنا بهذه المعلومات وهذا الحوار الشيق الأستاذ عباس عباس، مدير عام مؤسسة السراج التربوية في لبنان. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم ولقناتكم الكريمة. حياكم الله. إن شاء الله أن جمهوركم الكريم، بارك الله فيكم، يستفيد ويتبارك من هذه القناة التي تحمل اسم بكل تأكيد الحسين. إن شاء الله على الحسين. أحسنتم. وأيضا الشكر موصول لكم أحبتي المشاهدين على حسن المشاهدة، وعلى أمل أن ألقاكم في تغطيات خاصة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.